ما أقرب الموت جدا أتك يشتد شدا يا من يراح عليه. أحضر لي مرأة لتغسيل عندي في المقبرة، وكان حضورها من البداية حضور لا يليق بالميت. أحضروها في سيارة مكشوفة في عز الظهر في شمس محرقة، وكان تحت المرأة الميتة فراش من الإسفنج. فمع طول الخط حتى وصولها للمقبرة، الأخوان كانوا متمسكين في سيارة النقل ولم يتمسكوا أو يمسكوا المرأة من الاهتزاز في السيارة. فوصلت عند المقبرة والمرأة على حديد السيارة، الفرش في جهة وصلت على نفس الحديد. أنزلوها وأدخلوها إلى المقبرة ليقوموا الأخوات بغسلها. بعد ما قاموا بغسلها وقفنا قمنا بالصلاة عليها في المسجد. والعبرة هنا يا أخت، كانت غسلها غسل عائلي كما تذكر الأخوات اللي قاموا بغسلها، والصلاة عليها كان صلاة عادية، لم نلاحظ أي شيء. لكن العبرة هنا يا أخت، عندما أردنا تنزيل هذه المرأة إلى القبر لم نستطيع تحريكها ولم نستطيع حملها من النعش إلى القبر، وكان العدد يكفي لأن يقلب سيارة ظهرها على عقب. لم يستطيع تحريك الجنازة قدر 1 سنتي للقبر. نزل 3 من أولادها في القبر، ووقفت أنا على فتحة القبر لإنزال الميتة من النعش على الحفرة فلم أستطيع. تخيلوا فتحة القبر مثل فتحة المكيف، وحاطط رجلي أنا على الفتحة، فإما شاهدت المنظر هذا إنه كل اللي واقفين ما قدروا يستطيعوا ينزلوا الجنازة هذه في القبر، بدت رجلاي تنتفض من هول المنظر. ابنها الكبير كان تحت، أول ما شاف المنظر طاح على ركبته وكان يبغى يضرب بالصوت، يبغى يزعق بالصوت. شاف المنظر إنه أمه ما هي قادرة تتحرك من النعش، فأشرت لها بإصبعي أستر أمك لا تضرب. حتى أحد الأخوان الحاضرين معايا قال لي يا شيخ تأخرت، فذكرت أن له في مسمار تحت النعش ماسك في الإسفنجة اللي يضع عليها الميت. قلت له ما في مسمار، بحاول أن أنا أنزع المسمار هذا، فلم أستطيع يا أخوان. فكيف أتصرف وهذه الحالات التي تمر علينا غير موجودة في فقه الأموات؟ فاتصلت بأحد الأخوان في الرياض فقال لي يا شيخ، يعني حكيت له القصة بسرعة، فقال لي حاول أن تقرأ. قلت يا شيخ الميت ما ينتفع بالقراءة، الميت ما ينتفع بالقراءة. قال لي أقرأ وإن شاء الله خير. فبدأت أقرأ، حتى قراءة القرآن كانت غير كاملة، يعني أقرأ شوية من ياسين شوية من قاف شوية من الملك، ليست كاملة. بعد أن قرأت بدأت رجلها من الخلف ترتفع، إحنا نزل الميت ندخلها مع رأسها سل من جهة موضع الرجول، فبدأ رجلها يرتفع من الخلف. فقلت الحمد لله فاتحة خير. فيما الجو ينزلوها نزلت معانا وأنا أقرأ، وما يسحبوا الأخوان وأنا أقرأ، حتى أتأكد إنه رجلها نزلت في يد ولدها الكبير. فتوقفت عن القراءة، عندما توقفت عن القراءة انفلتت منهم الميتة. فنزلت أنا على القبر فقلت ليه فكيت الميتة؟ فقالوا يا شيخ ما قدرنا نستحمل تقلها، نحن الثلاثة ما قدرنا، ولو جلسنا متمسكين فيها كان نحن الثلاثة كلنا خبطنا في الجدار المقبرة التي أمامنا. فقلت طيب، قلت للأخوان غطوا القبر بالنعش. فوريت طبعا لا يجوز لي أن ألمس المرأة إلا إذا كان ما في أحد مقطوع من شجرة ممكن. فقلت لأولادها جروها من الوصلة اللي عند الرأس، فجروها جيبوها على هذه جهة القبلة عشان نوجهها للقبلة ونحل الأرض. تخيلوا يا أخوان، يعني سحب الميتة عشان توجيهها للقبلة مسافة حوالي يعني 0.5 متر فقط، اللي هي فتحة القبر نجرها نودي على جهة القبلة. السحبة هذه اللي سحبوها فيها عملت حفرة في نفس الوصلة دي، لو عملتها بنفس الكريك أو بالحفار هذا ما تسوي زيها. فعلى طول الولد يمسك في راسي ويقول لي أستر أمي الله أستر، أستر أمي الله أستر. قلت له لا ما بيدي الأمر، أنت شفت الحالة بيدك. فقال لي يا شيخ أنا يما أطلع أقول لك. قلت له قل لي الآن. قال لي يما أطلع يا شيخ لا تفضح أمي الله يستر عليك، يما أطلع أنا أقول لك حال أمي. بس قال لي طلب بسيط، قال أنا شفت أمي بعد الغسل قبل ما يكفنوها، فلي طلب يا شيخ ممكن إني أشوفها أفك وشها أشوفها؟ قلت له أجل خليني أنا أخرج من القبر. قال بس بدي أخوش أشوفها وأسلم عليها. فقلت له خليني أخرج أنا من القبر وأحد الإخوان ما هو محرم وأنت وأخوك سلموا عليها. والله أعلم في الحالة هذه هل يجوز أو لا يجوز. إنما يا إخوان بعد أن دفن الميتة هذه مسكت ابنه الذي قال لي سوف يشرح لي القصة،
سكت عشان يقول لي أحوال أمه في الدنيا، فأخذ يقبل رأسي ويعتذر يقول يا شيخ ما أقدر أقول لك. قلت له أنت وعدتني؟ قال يا شيخ وعدتك قبل أن أرى أمي، إنما بعدما انكشفت عن وجهي لا أستطيع أن أقول لك حال. قال كلمة واحدة فقط أستطيع أن أقولها لك، أن المرأة التي دفناها ليست أمي. قلت له كيف يا ولدي، هذا تصريح الدفن وهذا ليس. قال أقول لك يا شيخ كلمة واحدة فقط، أن المرأة التي دفنتها ليست أمي. أمي عند تقبيلها بعد الغسل كانت بيضاء تشع نورا، إنما التي رأيتها في القبر كان وشها أسود كالفحم. لماذا؟ فبدأ الإخوة يتجمعون على السيارة ثم هرب، لكن يريد الله سبحانه وتعالى بعد عدة أشهر وأن أقوم بغسل ابن خالته، وكان يصلي معي بالقرب مني في الصف، وبعد الصلاة قال يا شيخ ألم تعرفني؟ قلت عرفني جزاك الله. قال أتذكر المرأة التي رفضت النزول للقبر؟ قلت نعم، وأنا أقولها في جميع كلماتي في المساجد. قال أنا ابنها، وقد أطلق لحيته وظهرت السجدة في جبينه وقصر ثيابه. قلت لا أنا أعرف ابنها. قال أنا أقول لك يا شيخ إنها والدتي وأذكر لك الدليل. قلت إنما هرب ابنها ولم يقول لي السبب، لم يذكر لي السبب. قال الآن أقول لك السبب يا شيخ ليرتاح ضميري. قال يا شيخ قمت بالحج عن والدتي واعتمرت لها وقمت ببناء مسجد لها ووضع ثلاجات ماء في كثير من الأماكن لكي أنسى هذا الوجه الذي رأيته ولم أستطيع. إنما أقول لك الآن يا شيخ السبب في ذلك. فماذا يقول هذا الابن عن أمه يا أخوان؟ وهو الشاهد عليها يوم القيامة. يقول هذا الابن إن أمي يا شيخ كانت لا تصلي. كيف؟ قال إن أمي كانت لا تصلي. لماذا لم تقل لنا ذلك؟ كان ما صلينا عليها ولا غسلناها ولا دفناها في مقابر المسلمين. قال لم أستطيع يا شيخ من هول المنظر، لم أستطيع من هول المنظر، وأنتم تحاولون إنزال والدتي إلى القبر وهي ترفض ذلك. وهي ترفض ذلك. وهي ترفض تموت فردا وتأتي يوم القيامة فردا طوبى لعبد تقي لم يألو في الخير جهدا تموت فردا وتأتي يوم القيامة فردا طوبى لعبد تقي لم يألو في الخير جهداً.